قتلى وجرحى من الطلاب الضباط السوريين جراء هجوم بمسيرات على حفل تخرجهم بكلية العلوم الحربية في حمص. تركيا تصاعد من عملياتها في سوريا والعراق، والتحالف الدولي يسقط مسيرة اقتربت من قاعدته في الحسكة. الإدارة الذاتية الكردية تصف الهجوم التركي بجرائم حرب وتطلب من روسيا والمجتمع الدولي التدخل لوقفه. أسعدتم أوقاتا وتحية لكم من قناة الحدث، أهلا بكم لمتابعة آخر الأحداث دائما برفقتنا. نبدأها من سوريا، حيث أفاد إعلام سوري بسقوط عدد كبير من الضحايا في هجوم بالمسيرات على الكلية الحربية في حمص، وأن معظم ضحايا الهجوم هم من أهالي الضباط الخريجين. وأضاف أن وزير الدفاع كان مشاركا في حفل تخرج ضباط الكلية ولا أنباء عن مصيره. وأفاد المرصد السوري بمقتل 7 وإصابة أكثر من 20 ضابط على الأقل حتى الآن خلال حفل تخريج الضباط. وللوقوف عند تفاصيل هذه الحادثة من دمشق ينضم إلينا الكاتب الصحفي عبد الحميد توفيق. أهلا بك أستاذ عبد الحميد. يعني القراءة الأولية لهذا الاستهداف يعني طلاب خريجين، هناك 7 قتلى لغاية الآن وإمكانية يعني ارتفاع هذه المحصلة، أيضا هناك 20 مصاب ومعظمهم من الأهالي. مساء الخير لحضرتك وللسادة المشاهدين. نعم، عذرا 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 أستاذ عبد الحميد، يعني سنعود إليك تباعا، ولكن يبدو أن هناك قصف في منطقة القمشلي. يحدثنا أكثر عن الوضع الميداني مراسل حدث الزميل جمعة كاج. جمعة، الكلام لك، تفضل. نعم جوزيل، يعني أنا أتركك مع هذه الصور الحصرية التي تظهر منشأة للكهرباء استهدفتها مسيرة تركية قبل 10 دقائق. نعم. من الغارة 15 التي تقوم بها مسيرات تركية وتستهدف بها مواقع عسكرية وأخرى خدمية وأخرى نفطية في مناطق شمال شرق سوريا. هذا الموقع هو يعني منشأة لتوليد الكهرباء، تقوم بتغذية مدينة القامش التي يقتلها حوالي 600 إلى 700 ألف إنسان. كما تلاحظين يعني في هذه الصورة الاستهداف تم على هذه المنشأة وتم إيقافها وإخراجها عن العمل بشكل كامل. جزيل، أيضا هناك يعني منطقة أخرى تبعد حوالي 6 كيلومترات من هنا، ألسنة الدخان تتصاعد منها تم استهدافه حسب المعلومات المتوفرة لديه. هي الأخرى منشأة نفطية تم استهدافها قبل حوالي 15 دقيقة من الآن. هناك مواد يعني ترسال من هذه المنشأة، تقوم سيارات الإسعاف يعني بتبريدها خشية تنفجر. يعني قبل حوالي 12 دقيقة تم استهداف هذه المنشأة، وبالتالي نحن نتحدث عن 15 يعني موقعا تم استهدافهم منذ صباح اليوم وحتى الآن. إليك جدير. نعم، إذا يعني كما نشاهد هذه الصور التي ننقلها لكم مباشرة لمنشأة كهربائية في القمشلي استهدفها هجوم تركي من خلال المسيرات. إذا مسيرات تركية تقصف موقعين جديدين، ونتابع هذه الصور. نعم جمعة، نحن نستعرض يعني ما تعرضت له هذه المنشآت، منشآت للطاقة وتوقف الكهرباء في أكثر من منطقة كما تفضلت وذكرت. هذه المسيرات التي استهدفت هذه المنشآت منذ حوالي 15 دقيقة، وكانت التصريحات التركية قد أشارت إلى أن هذه المنشآت والبنى التحتية ستكون هدفا مشروعا لها. جزيل، نعم، يعني تأتي هذه الغارات ترجمة لما تحدث به وزير الخارجية التركية كان بيدان ليلة أمس بأن المنشآت
الخدمية والنفطية الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية سوف تكون هدفا لغاراتيا. وما حدث بالفعل منذ صباح اليوم وحتى الآن تم استهداف 15 موقع، معظم هذه المواقع مواقع خدمية ومواقع نفطية. طبعا خلال هذه يعني الغارات 15 قتل حوالي 10 أشخاص، 8 منهم عمال مدنيون يعملون مع يعني مؤسسة الإنشاءات العسكرية التابعة لقسد، إضافة إلى عسكريين 2. هناك حوالي 20 جريحا يتوزعون على مستشفيات عمودة وكوبا كوباني والحزكة. هذه يعني الغارات لا تزال يعني مستمرة، وآخرها استهدف هذا الموقع الذي نقف أمامه مباشرة، وغارة أخرى استهدفت منشأة نفطية تبعد عن هنا حوالي 6 كيلومترات. وبالتالي نرى بأن هذه التهديدات التركية تتترجم إلى أعمال. نسمع صوت لسيارات الدفاع المدني. نعم جزيل، تقوم هذه يعني السيارات بإطفاء الحريق وتبريد هذه المنشأة التي تتدفق منها سوائل يعني تحوطا لعدم انفجارها، لكن بالتأكيد هذه المنشأة أصبحت الآن خارج الخدمة بشكل كامل. يعني تقريبيا يعني كم من المواطنين سيتأثرون بهذه الضربات لهذه المنشآت الحيوية لهذه المنطقة؟ كنت قد ذكرت بأنه يسكن هذه المنطقة حوالي 700,000 مواطن، وبالتالي نعم. ستنقطع الكهرباء ونحن على أبواب فصل الشتاء. جزيل، في الأساس البنية التحتية متداعية في شمال شرق سوريا في كل القطاعات، لا سيما قطاع الكهرباء. مدينة القرمشلي كان يصلها التيار الكهربائي بحدود 6 ساعات كمتوسط يوميا. أمام هذه الغارات الجوية استهداف المنشآت النفطية خاصة منشآت الغاز التي تعتمد عليها عنفات توليد الكهرباء، إضافة إلى محطات توزيع الكهرباء، ستكون القرمشلي أمام مشكلة حقيقية فيما يتعلق بتزويد السكان بالكهرباء. عمليات القصف والاستهداف، نعم عمليات القصف وهو ما سيضع يعني الإدارة الذاتية وأيضا يعني السكان أمام مشكلة حقيقية، هي أصلا مشكلة قائمة في عموم سوريا وتحديدا في مناطق شمال شرق البلاد، وهو ما كانت تحذر منه الدولي والأطراف الفاعلة على الأرض لا سيما موسكو وواشنطن بالتدخل لوقف هذه الهجمات. فيما يبدو أن يعني قسد والإدارة الذاتية كان لديهم معلومات بأن تركيا جادة في ترجمة تهديداتها عبر غارات على أرض الواقع. إذن مشاهدينا ننقل لكم هذه الصور الحية نتيجة القصف التركي بالمسيرات منذ صباح اليوم. هذه المنشآت تعرضت منذ حوالي 20 دقيقة لاستهداف المسيرة التركية، منشأة كهربائية في القمشلي استهدفها هجوم تركي، أيضا هناك منشأة أخرى، وهذه هي ترجمة فعلية لما تحدث به وزير الخارجية التركي من هذا الاستهداف. جمعة، إذا ما قررنا يعني هذا الاستهداف مع ما سبقه من استهدافات سابقة، هل هذه الضربات أكثر يعني أكثر إيذاء وألما للمواطنين ولهذه المناطق التي تعاني أصلا من شح الخدمات؟ يعني نعم، المعارك التي حدثت بعد عام 2016 وحتى الآن سواء في غصن الزيتون أو نبع السلام كان هناك مأساة حقيقية، لا سيما فيما يتعلق بنزوح الآلاف من السكان من مناطقهم خاصة من سريكاني رأس العين، كان هناك نزوح حوالي 150,000 في هذه المنطقة، وأيضا من مناطق عفرين كان هناك نزوح حوالي 180,000. لا تزال أوضاع هؤلاء مأساوية، جزء كبير منهم جاءوا إلى الرقة أو إلى مدينة القامشلي. نحن نتحدث عن حوالي 150,000 نازح من مناطق الداخل سواء من المناطق الكردية أو حتى من إدلب وحمص ودير الدور، يسكنون في هذه المنطقة، إضافة إلى مخيمات كبرى خاصة مخيم البول يضم حوالي 55,000 من عوائل تنظيم داعش والمحسوبين عليه. كل هؤلاء سيعانون من مشاكل في توفير الخدمات بعد استهداف تركيا للبنية التحتية في هذه المنطقة. الغارات تتركز اليوم
على منشآت نفطية، على منشآت توليد الكهرباء، وبالتالي هذا ينبئ بأننا السكان سيكونون أمام شتاء قارس تغيب فيه مادة المازوت للتدفئة، وأيضا تغيب فيه الكهرباء إذا ما استمر يعني استمرت الغارات على هذا النحو وتم استهداف المزيد من المنشآت، فإن يعني الأوضاع خلال هذا الشتاء ستكون كارثية بالنسبة للسكان فيما يتعلق بموضوع توفير الكهرباء وأيضا مواد التدفئة. نعم جمعة، نشكر لك كل يعني ما تفضلت به من معلومات ومن خلال مشاهدتنا لهذه الصور التي تظهر فعليا يعني مدى الضرر الذي تعرضت له هذه يعني المنشآت الخدمية، منشآت الكهرباء. سنعود إليك تباعا. كان معنا من القمشلي مراسل حدث الزميل جمعة عكاش. نبقى في الشأن السوري ونعود مجددا إلى ضيفي الكاتب الصحفي عبد الحميد توفيق. عذرا يعني اضطررنا لمقاطعة هذه المقابلة، نعود إليك مجددا حول استهداف هذه الكلية الحربية وسقوط هذا الكم يعني من الضحايا من أهالي الضباط ومن الضباط. حتى هناك معلومات تفيد بأن وزير الدفاع كان متواجدا وليس هناك من معلومات. آخر المعلومات المتوفرة لديك والتعقيب على هذا الحادث أستاذ عبد الحميد، تفضل. أكرر التحية لحضرتك وللسادة المشاهدين. في الواقع هو إذا أردنا أن نقول بأن هذا الاستهداف ما يكون استثنائيا في مسألة تطور الصراع داخل سوريا، حيث أن هذه الكلية الحربية هي تعمل على تخريج دفعات الضباط وترفض الجيش السوري بالضباط منذ حوالي 6 عقود من الزمن وربما أكثر بقليل، وفي هذا اليوم بالذات تم دائما يكون هناك تخريج لدفعة ضباط عاملين في الجيش العربي السوري وربما يكون أعدادهم تصل إلى بضعة مئات. هذا الاستهداف اليوم ربما يشير إلى تصعيد نوعي وخطير، طالما استهدف أيام الصراع السوري في منذ 2011 وحتى هذه الأيام، حتى في عمليات التفجير الداخلية التي تحدث سواء بعمليات الانتحارية أو حتى داعش أو السيارات المفخخة، كانت هذه المناطق في مدينة حمص، في قلب مدينة حمص، هي مناطق محصنة جيدا لأنها مناطق عسكرية بامتياز. بالتالي بداية أقول بأن عدد الضحايا ربما سيرتفع أكثر، لأن هذا الحفل كما نعرفه دائما في كل عام يحضره أهالي كل الضباط الخريجين الجدد جانبا، والجانب الآخر يحضره ضباط من القيادات العليا في الجيش السوري وفي القيادة العسكرية السورية، إضافة إلى وجود ساحة مفتوحة في تلك المنطقة. حتى الآن الأعداد الضحايا لا يمكن إحصائها أو إعطاء رقم إلا بشكل أولي وفقا لما ترد الأنباء الرسمية. نعم. إنما إذا أردت أن أقرأ هذا الأمر فأعتقد بأنه تطور خطير ونوعي أن تستهدف في هذه المنطقة وفي تلك الساعة التي يتم فيها تخريج دفعة جديدة من الضباط السوريين. نعم، يعني كما تفضلت وذكرت يبدو أن محصلة القتلى قد ارتفعت إلى 15 شخصا وإصابة ما يزيد عن 30 شخصا أيضا. برأيك أستاذ عبد الحميد، من له اليد الطولة يعني بإيصال هذه المسيرات، وهل هي ربما عن طريق الخطأ؟ هل هناك من معلومات توفرت حول طبيعة هذه الطيارات؟ يعني من بإمكانه أن يصل إذا هذه المنطقة الحساسة، خصوصا وقد ذكرت بأنها منطقة عسكرية محصنة؟ نعم بالضبط، هي منطقة عسكرية محصنة ومعروفة القاصي والداني. فيما يتعلق بمسألة المسيرات، بعد أن دخلت هذه الآلة الحربية إذا سميناها آلة حربية في كل صراعات الدول في الآونة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة، يبدو أنها ستكون كأول من اخترع رصاص البندقية. اليوم لا أحد يستطيع أن يقول ليس لدي مسيرات، ولا يستطيع أي جيش أو حتى ميليشيا إلا وأن يقتني مثل هذه المسيرات لأنها تكلفتها قليلة واستهداف واسع، وأيضا أهدافها في كثير من الأحيان محققة. إذا أردت أن أقرأ قراءة ولا أستطيع الجزم بأي اتجاه، إذا أردت أن أقرأ جغرافية تلك المنطقة في حمص، فأعتقد بأن هناك 3 اتجاهات يمكن أن تأتي منها هذه المسيرة. هناك شرق حمص وتموضع أفلول داعش في بعض المناطق الموجودة في صحراء شرقي حمص باتجاه السلمية، وبالتالي تلك المنطقة تكون مفتوحة ومكشوفة. هناك اتجاه آخر جغرافي، وأنا هنا أتكهن وأحاول أرسم فقط خارطة أولية لجغرافية الانطلاق، أو ربما تكون أيضا عند تخومي شمال غرب حماة.
في تلك المنطقة أيضا تتموضع بعض الفصائل السورية المعارضة المسلحة، إضافة إلى وجود بعض الفصائل السورية المعارضة المسلحة الموجودة في شمال وشمال شرق اللاذقية. وهذه المناطق كلها إذا أردنا أن نأخذها خط نظر لعملية عسكرية جوية بطيران ربما تختصر مسافات طويلة، لا أستطيع التكهن حقيقة ولا أستطيع الجزم، لأن إلى الآن لم يتبنى أحد هذه العملية، وإنما فقط أردت رسمة جغرافية احتمالات. نحن نتحدث عن احتمالات نعم أولية. أيضا هناك يبدو تضارب بالأنباء حول مصير وزير الدفاع السوري الذي كان في الكلية الحربية في حمص أثناء استهدافها، هل يمكن أيضا أن يكون هناك احتمال بأنه ربما هناك استهداف لوزير الدفاع؟ ربما إذا كما قلت لحضرتك هذه الحفل حفل التخريج هذا الذي يحدث في المنطقة في تلك الكلية يحضره قيادات عسكرية، أحيانا يحضره رئيس أركان، أحيانا يحضره وزير الدفاع، لكن حقيقة لا تتوفر لدي معلومة عن حضوره إن كان قد حضر أو عن احتمال أن يكون هناك إصابات بين صفوف من كانوا موجودين على المنصة الرئيسية، إنما الساعة مفتوحة حقيقة والمدرجات أيضا. أستاذ عبد الحميد اسمح لي، نحن وأنت نشاهد مع المشاهدين هذه الصور المتداولة لبقايا المسيرة التي استهدفت الكلية الحربية. إذن مشاهدينا نستعرض وإياكم هذه الصور الأولية التي وصلتنا عن بقايا لمسيرة استهدفت الكلية الحربية نتيجة هذه المسيرات. لغاية الآن أكثر من 15 قتيل و30 جريح، وكان متواجد في هذا الحفل أيضا وزير الدفاع. الأنباء يعني غير واضحة فيما يتعلق بمصير وزير الدفاع لغاية الآن. أستاذ عبد الحميد بالعودة لك، يعني إلى أي مدى ربما هناك إمكانية للتعرف على مصدر يعني هذه الطائرات، لا سيما وأننا كما شاهدنا هذه بقايا لمسيرة أصابت الكلية الحربية؟ في الواقع ليس لم يعد ايضا صعبا هذا الموضوع وهو التعرف. هناك في تلك المنطقه التي رسمنا جغرافيتها قبل قليل وهي من شرق حمص باتجاه ايضا بعض تكوم حماة الى اللاذقيه حيث التموضعات العسكريه المختلفه والمتنوعه، فاعتقد بان المنطقه ايضا تلك المنطقه مغطاه باجهزه تنصت واجهزه رادارات واجهزه رصد كبيره سواء كانت روسيه او كانت سوريه في تلك المنطقه، واعتقد ان امكانيه اكتشاف مصدر إطلاقها لن يكون صعبا. في بعض الأحيان منذ حين تحدث بعض العمليات التي تستهدف بالطائرات المسيرة قاعدة حميمين في ريف جبلة في اللاذقية على الساحل السوري أو في محيطها، كان هناك إمكانية لكشف هذه مصادر هذه المسيرات وكانت تعرف مكانها وكان يتم الرد على تلك المواقع التي انطلقت منها، وبالتالي لا أستبعد أن يكون هناك قدرة لدى الجانب السوري أو الجانب الروسي أو كليهما معا على كشف مصدر وانطلاق هذه المسيرة من أي جغرافية كانت. أستاذ عبد الحميد توفيق الكاتب الصحفي، شكرا لك لهذه المشاركة معنا وهذه المداخلة التي تفضلت بها، شكرا لك. أيضا مشاهدينا في متابعة لكل هذه التطورات ومع توسع رقعة التصعيد التركي على العراق وسوريا، أعلن التحالف الدولي إسقاط مسيرة بيرقدار تركية بعد اقترابها من أجواء قاعدة البيدر بريف الحسكة. عبيد يا شباب عبيد 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 دنجي بيتي ولا دنجي بيتي وإذا التصعيد التركي على مواقع الأكراد، قالت الإدارة الذاتية في بيان لها إن على المجتمع الدولي والتحالف وروسيا وقف الهجوم التركي، وعلى الأطراف الفاعلة في سوريا الحد من تهديدات تركيا. وشددت الإدارة الذاتية بأن القصف التركي لمنشآتها يرتقي لجرائم حرب وسيكون له تبعات سلبية على الوضع المعيشي العام. ووصفت الإدارة الذاتية الكردية الرواية التركية حول هجوم أنقرة بالتهرب من قضاياها الداخلية ومنها القضية الكردية. واستغربت الإدارة الذاتية عبور من وصفتهم بمهاجمي أنقرة من سوريا في ظل الإجراءات المشددة على الحدود التركية.
وللتعقيب على كل هذه التطورات ينضم إلينا من شمال شرق سوريا محمود حبيب الناطق باسم قوات الشمال الديمقراطي التابع لقصد. أهلا بك سيد محمود برفقتنا مع قناة الحدث في ظل يعني هذه التطورات التي نتابعها. طبعا يعني الإدارة الذاتية تطالب من المجتمع الدولي التدخل، هل تتوقعون أن يكون هناك مواقف من أجل دعمكم ضد هذه الاعتداءات، خصوصا وأن تركيا تبني ما تقوم به على خلفية ما تعرضت له في أنقرة من يعني محاولات مسلحين العبور بقنابل يدوية أمام مقر الداخلية التركية في أنقرة؟ تحياتي لك وللسادة المشاهدين وشكرا عليك تحت الفرصة. نعم، هناك بدأت المواقف الدولية تظهر. إيثان كولدريتش نائب وزير الخارجية الأمريكي قال بما لا يدع مجال للشك أن هذا التصعيد العسكري غير ملائم لحل القضية في سوريا. كذلك السفارة الولايات المتحدة الأمريكية في دمشق أعلنت منذ قليل أن هذا التصعيد كذلك يشكل خطرا على قضية استمرار الحرب ضد داعش. توج هذا الموقف في إسقاط الطائرة المسيرة التركية قرب تل بيدر قرب الموقع لقوات التحالف الدولي. إذن هل هي برأيك رسالة أستاذ محمود يعني من قبل التحالف لتركيا بإسقاطه هذه المسيرة التي كانت قريبة من مواقعه؟ دعينا نقول أن إسقاط الطائرة كان أمرا تكتيكيا عسكريا بحتا، لأن قواعد الاشتباك لا تسمح لأي طائرة مسيرة أو طائرة حربية بالاقتراب من قواعد العسكري للتحالف الدولي، وبالتالي لا نستطيع أن نقول إسقاط هذه الطائرة يندرج ضمن الرد الدولي أو رد القوات التحالف الدولي على الاعتداء. أنا قلت رسالة وليس رد. نعم، هي رسالة، هي رسالة ومضمنة أن لتركيا مجال حيوي تستطيع العمل به ولا تستطيع أن تتجاوزه. نعم. والخطر في هذا المجال الحيوي الممنوح لتركيا. تركيا الآن كل المواقع التي قصفتها على الشريط الحدودي لا تتعدى العمق 40 كيلومتر، وبالتالي على المجتمع الدولي أن يقف سدا منيعا في وجه تركيا ضمن هذه المنطقة المكتظة بالسكان والمكتظة بالمنشآت الحيوية. نعم. والمواقع التي من شأنها تحسين وضع السكان. إذن الاعتداء التركي يجب أن يلجم ويجب أن يجد موقفا دوليا أكثر صلابة. يعني هذه ليست المرة الأولى أستاذ محمود حيث تقوم تركيا بمثل هذه يعني الأعمال العسكرية على الشمال السوري، لا سيما فيما يتعلق بأماكن تواجد حزب العمال الكردستاني وأيضا فيما يتعلق بقصد. وبالتالي هل هناك تنسيق يعني في مثل هذه الأحوال مع الدول الفاعلة كروسيا الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل يتم اختارها من قبل تركيا؟ ليس فقط يتم اختارها، القوات التحالف الدولي برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية والقوات الروسية متواجدة على طول الشريط الحدودي. بل أكثر من ذلك، هناك اتفاقيات موقعة مع الجانب التركي في 2019 تضبط عمل الدوريات العسكرية الجوية أو البرية. تركيا تضرب بعرض الحائط كل هذه التفاهمات وكل هذه الاتفاقيات وتقوم باعتداءات سافرة على منطقة شمال شرق سوريا، مستغلة الاشتباك الدولي الحاصل الآن وضبابية المشهد الدولي، وتريد أن تنفذ مشروعها الذي يهدف إلى احتلال المزيد من الأرض السورية. الآن يا سيدتي، هناك ولاة أتراك يحكمون على الأرض السورية، هناك تعليم وهناك لغة وهناك العلم التركي هو رمز للمناطق المحتلة من قبل تركيا. هناك خطر حقيقي يهدد سلامة ووحدة الأراضي السورية من قبل المحتل التركي، وتستغل تركيا هذا التصادم الدولي إن كان في شرق أوروبا وإن كان في الصين لتحاول أن تقضم المزيد من الأرض السورية. وإذا عدنا إلى الزريعة التي ساقتها تركيا لهذا التصعيد، فعلينا أن نعلم وللسادة المشاهدين أن يعلموا أن هناك جدارا عازلا في طول 900 أكثر من 900 كيلومتر على الحدود السورية لا يمكن لأحد أن يخترقه. وعلينا أن نتابع عمليات قصف من يريد الاقتراب من هذه من هذا الساتر. هناك مئات القتلى سنويا من قبل الجندرمة والجيش التركي لمن يحاول الاقتراب فقط من هذا الجدار. إذن الزريعة التي ساقتها تركيا بأن المنافسين العملي في أنقرة أتوا من الأرض السورية هي واهية تماما وليس لها أي مصداقية على الأرض. نعم، وبالتالي هي أيضا يعني تلمح بإمكانية شن توغل بري، هل تتحضرون لذلك؟ هل هناك ما يشير إلى أن تركيا هي ماضية في المزيد من هذا التوغل؟
منذ 2020 وحتى الآن تحاول تركيا مرارا أن تقوم بشن عملية برية لقضم مزيد من الأراضي، وأخص بالذكر هنا من غرب تل أبيض وصولا إلى كوباني، هذا المنطقة المتبقية في وسط الحدود الشمالية في سوريا، وكذلك من مدينة رأس العين المحتلة وشرقا إلى مدينة المالكي ومناطق منابع النفط في الرميلان. هذه المنطقة التي تريد تركيا أن تستهدفها دائما ما تحاول أن تحتلها مرة أخرى، ولكن الموقف الدولي، وأقصد هنا الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، تقفان عائقا أمام تنفيذ هذه العملية، ولكن تسعى تركيا دائما لإنتاج ذرائع من شأنها أن تسكت إلى حد ما الأطراف الدولية. رأينا في 2022 قضية إسطنبول وأحلام البشير التي أراد أن يسوقها أردوغان على أنها اعتداء على تركيا من قبل قوى سوريا الديمقراطية، واتضح أخيرا أنها كذبة أراد من خلالها كذلك شن هذه العملية. حتى الآن تركيا تهدد هذه المناطق بالاحتلال، ونهيب بأخوتنا في الدول العربية والجامعة العربية أن يتنبهوا لهذه القضية. الأرض السورية في خطر، والخطر الأكبر أريد أن بعجالي الخطر الأكبر من هذه الاعتداءات هو تقويض الحياة الاقتصادية والحياة الأمنية القائمة في شمال شرق سوريا، تمهيدا لعودة داعش من جديد. مئات العناصر الذين كانوا من تنظيم داعش الإرهابي الآن هم برعاية الجانب التركي في ما يسمى الجيش الوطني أو جبهة النصرة، وكل قيادات داعش التي تم تصفيتها كانت في مناطق تسيطر عليها تركيا. تركيا تريد إحياء داعش من جديد على أقل تقدير لكي تضرب الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية. برأيك أستاذ محمود، يعني ما هدف تركيا من استهداف منشآت الطاقة كالكهرباء كما رأينا، والمنشآت الخدمية والبنى التحتية، إلى ماذا ترمي من خلال هذا الاستهداف؟ وكانت قد هددت يعني مسبقا بأن كل هذه المنشآت هي أهداف مشروعة لتركيا في ظل ما تعرضت إليه من اعتداء. بذريعة واهي أطلقها وزير الخارجية التركي أن المنفذان العملية في أنقرة تتسللوا من سوريا، هدد بضرب المنشآت الحيوية والاقتصادية في شمال شرق سوريا، وهذا ما فعله هو وحكومته وجيشه. الأهداف هو هدف واحد وحقيقي وليس له أي بديل. الهدف الأول والأخير لتركيا هو تقويض تجربة إدارة الذاتية وقوة سوريا الديمقراطية، تمهيدا للاحتلال أرض سوري جديد. رفع أردوغان صورة هذا الشريط في هيئة الأمم المتحدة حينما قال أن هذا الشريط بعمق 35 كيلومتر على طول الحدود السورية يعتبر منطقة أمن قومي تركي، وللعلم أن هذا الشريط يعادل مساحته بضعف مساحة لبنان. تركيا لها أطماع في قضم المزيد من الأراضي السورية، المرحلة الثالثة من قضم الأراضي السورية، وبالتالي هل نحن يعني أمام جولة جديدة أستاذ محمود؟ ما هي توقعاتك يعني لانتهاء يعني هذه التطورات؟ هي محاولات تركية مستمرة لثني الأطراف الدولية عن الوقوف في وجه تركيا. أؤكد لكم أن الآن الموقف الأمريكي وقوات التحالف الدولي والموقف الروسي هما اللذان يقفان أمام هذه الإرادة التركية. وإذا ما استطاعت تركيا أن تحيد هذين الجانبان، فأؤكد لكم أنها ستحتل المزيد من الأرض السوري. هذا الهدف الذي تريده تركيا، وهذا الهدف الذي تعمل عليه وتسوق له الحجج والذرائع. ويبدو أن المجتمع الدولي لم يعطي الضوء الأخضر حتى الآن لتركيا للقيام بهذا العمل. شكرا لك لكل ما تفضلت به معنا من شمال شرقي سوريا، أستاذ محمود حبيب الناطق باسم قوات الشمال الديمقراطي التابع لقصد، شكرا لك. أيضا مشاهدينا للمزيد حول كل هذه يعني الأحداث المتلاحقة منذ صباح اليوم من الهجمات بالمسيرات التركية على شمال سوريا، ينضم إلينا أيضا من أربيل مراسل الحدث الزميل أحمد الحمداني، ومن إسطنبول ينضم إلينا مراسل الحدث الزميل زيدان زينكلو. أهلا بكما مجددا. نبدأ مع الزميل زيدان. زيدان، يعني آخر التطورات والتصريحات التي خرجت من تركيا حول هذا الاعتداء، خصوصا بأن هذا يعني هذا الاستهداف يتزامن مع وجود وزير الدفاع العراقي في تركيا. نعم بالضبط جيزيل، البيان وزارة الدفاع التركية سبق، أو المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية سبق لقاء وزيري الدفاع العراقي والتركي بعد ظهر هذا اليوم. بالعموم اللقاء انتهى ما بين الوزيرين العراقي والتركي، كان هناك بيان رسمي تحدث عن العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية والعلاقات ما بين البلدين الشقيقين. بالعموم هذا بيان
الرسمي، لكن ما نعلمه جيدا أن هذه الزيارة تأتي بعد هجمات وضربات جوية نفذتها أنقرة على مواقع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. بالتالي كان هناك انزعاج عراقي، أو الحكومة المركزية في بغداد كانت منزعجة مما أسمت انتهاك السيادة العراقية من قبل القوات التركية أو الطيران التركي. بالضبط في المقابل طبعا أنقرة كانت تشدد على أنها تريد حماية أمنها القومي، وأن هذه العمليات هي ضمن مواثيق الأمم المتحدة للدفاع عن النفس، وبالتالي كانت تستخدم حقها المشروع في هذا السياق. بالعموم آخر التحديثات ما ذكره المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية في بيانه اليوم، بأن من أن القوات الجوية نفذت ثلاث عمليات، أو السلاح الجوي التركي نفذ ثلاث عمليات في شمال العراق، استهدفت 58 موقعا وأدت إلى مقتل 37 من عناصر حزب العمال الكردستاني. فيما يتعلق بسوريا، المتحدث أكد أن الضربات الجوية حتى هذا اليوم أدت إلى مقتل 22 من عناصر وحدات الحماية الكردية. بالتالي وأكد أيضا أن العمليات الجوية ستستمر. أيضا مصادر أمنية كانت تتحدث، نقلت عنها قناة تي آر تي الرسمية الحكومية، عن مصادر أمنية في وزارة الدفاع أن هذه العمليات ستستمر وكل الخيارات مطروحة. عندما سئلت المصادر عن إمكانية عمل بري، طبعا لم تنفي إمكانية العمل البري، لكن أيضا قالت أن هذا العمل مرتبط، أو العمل البري مرتبط بما تفرضه الحاجة. بالتالي يعني يفهم من هذا الحديث أن العمليات الجوية هي المفضلة الآن لدى القيادة التركية والقيادة العسكرية التركية أكثر من العملية البرية. بالتالي نتوقع استمرار هذه العمليات الجوية، خصوصا أن وزير الخارجية وأيضا وزير الدفاع يوم أمس صرحا بشكل مباشر بأن كل المنشآت الحيوية التابعة لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وأيضا البنية التحتية في شرق سوريا، وحتى منشآت الطاقة هي هدف مشروع للقوات التركية. وبالتالي يجب على الأطراف، وهنا أنقل من تصريح وزير الخارجية هاكان فيدان، يجب على الأطراف الثالثة الابتعاد عن هذه المقرات لضمان سلامتهم، كما قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. نعم، يعني ونضيف أيضا إلى ما تفضلت وذكرته زيدان، بأن وزير الطاقة التركي قال بأن خط الأنابيب بين العراق وتركيا جاهز للعمل اعتبارا من يوم الأربعاء، وأن أنقرة تستعد لبدء الشحنات بدون عوائق. نذهب أيضا إلى الزميل أحمد الحمداني. أحمد، يعني في متابعة لما تفضل به الزميل زيدان، يبدو أن حديث تركيا عن 37 من حزب العمال الكردستاني، وتتحدث أيضا من خلال ضرباتها عن حوادث ل 22 فرد من الحماية الكردية، ما هي المعلومات المتوافرة لديك حول يعني هذه التصريحات حول الوضع بشكل عام الميداني؟ جزئيات طبعا نتحدث عن قصف فعلا في مناطق متفرقة من العراق ومحافظات إقليم كردستان العراق. نتحدث عن معقل الرئيس لحزب العمال الكردستاني في جبال قنديل. جبال قنديل هي حدودية مع إيران، وأيضا قريبة من الحدود مع تركيا، وتتبع إداريا جزء منها إلى محافظة أربيل، والجزء الثاني إلى محافظة السليمانية. طبعا جبال قنديل هي المعقل الرئيس، وهي على ما يبدو عاصمة المعارضة التركية منذ أكثر من ثلاث عقود، وهي تتلقى ضربات جوية وضربات بمختلف الطائرات. وطبعا لم يتغير الموقف حتى الآن، ولم تنهي تركيا تواجد حزب العمال الكردستاني معارضتها في هذا الجبل الكبير، وأيضا تستهدف المعارضة في جبال متين بمحافظة دهوك، فضلا عن أماكن متفرقة من مناطق السليمانية. وكل هذه المناطق هي قرب الشريط الحدودي، سواء كان مع إيران أو مع تركيا. نتحدث عن أكثر من 600 كيلو الحدود العراقية التركية، وأيضا نتحدث عن أكثر من 500 كيلو حدود الإيرانية التي مع إيران، التي هي موجودة مع إقليم كردستان. مئات الطلعات الجوية، أطنان من المقذوفات والعتاد والذخيرة ألقتها وقامت بإلقائها تركيا على هذه المعارضة، لكن بالمفهوم العسكري أن الطيران
وكل الطيران لا يحسم معارك ولا ينهي تواجد أي جماعات مسلحة ما أن تكون هناك قوات برية، وبالتالي فإن حرب يبدو أن تركيا تريد أن تطيلها مع هذه في هذه المنطقة. هي قالت يعني بأن العمليات ستستمر وفقا للحاجة. على كل حال نشكر لك أحمد كل هذه المعلومات التي زودتنا بها، والشكر موصول أيضا للزميل زيدان زنكلو من إسطنبول، شكرا لكما. يعقد اجتماع بين وزير الدفاع العراقي والتركي في أنقرة، وفي هذا الصدد قال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية إن الاجتماع يتم فيه مناقشة قضايا الدفاع والأمن الثنائية والإقليمية، وخاصة مكافحة الإرهاب وأمن الحدود والتعاون في مجال الصناعة الدفاعية. المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية ذكر أن عمليات بلاده في الداخل وعبر الحدود تستمر دون انقطاع ضد جميع أنواع التهديدات وأيضا المخاطر التي تهدد تركيا، مشيرا إلى تحييد 37 إرهابياً الأسبوع الماضي في العراق و22 في سوريا وتدمير 58 هدفاً. من جانبه أيضا قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أن خط أنابيب النفط الخام من العراق عبر تركيا والمتوقف منذ حوالي 6 أشهر جاهز للعمل اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، وبأن أنقرة تستعد لبدء الشحنات، وكانت تركيا أوقفت تدفقات تصدير النفط من شمال العراق بعد حكم لغرفة التجارة الدولية أمر أنقرة بدفع تعويضات لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها بين عامي 2014 و2018. لكن الوزير التركي قال إنه لا توجد عقبات حاليا أمام شحن النفط العراقي إلى الأسواق العالمية. إضافة إلى أزمة المياه بين البلدين، شهدت العلاقات بين بغداد وأنقرة توترا جديدا على خلفية العمليات العسكرية التركية في شمال العراق ضد حزب العمال الكردستاني. مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع مع الزميلة نور الحصني، نتابع. للعلاقة بين تركيا والعراق أوجه متعددة وتعقيدات مختلفة شكلتها عوامل سياسية واقتصادية وأمنية، ويحظى الملف الأمني حاليا باهتمام أنقرة وبغداد مع وجود مقار حزب العمال الكردستاني في شمالي العراق ومواصلة تركيا استهدافه بالقصف والغارات. وتحافظ تركيا على وجود أمني كبير على طول حدودها مع العراق، وكثفت من عملياتها العسكرية هناك في أعقاب الهجوم على مبنى الداخلية في أنقرة منذ أيام. وأعلنت وزارة الدفاع شن أعنف هجوم منذ شهور على مواقع لحزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية في محافظة السليمانية. ورغم التوتر الأمني، فالرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد وفي مقابلة مع الحدث كشف عن إمكانية إجراء مباحثات مع أنقرة تنتهي إلى اتفاق يشبه اتفاق بغداد وطهران بشأن نزع أسلحة جماعات إيرانية معارضة تتخذ من إقليم كردستان ملاذا لها. مع إيران بلي كان لكم بعض الشكاوي على أساس موجود معارضة الإيرانية الكردية موجودين في مناطق في إقليم كردستان. بدينا النقاش معهم، مفاوضات معهم، الآن وصلوا إلى حلول مقبولة من الطرفين وكذلك حماية الحدود من الطرفين. لكن مع الأسف الشديد مع تركيا، الخروقات التركية موجودة على طول النهار وطول الساعات اليوم، مو فقط في سليمانية، في أربيل، في دهوك، في مناطق مختلفة في إقليم كردستان. إلا أن كلام رشيد عن الاتفاق مع أنقرة لا تراه مصادر سياسية تركية وعراقية ممكنا، إذ رأى مراقبون أن إبرام اتفاق مع تركيا شبيه بالاتفاق مع إيران أمرا ليس بالسهل نظرا للفروقات الكبيرة بين الأحزاب المسلحة الإيرانية والعمال الكردستاني، كون الأخير يمتلك قواعد وحواض داخل العراق منذ تسعينيات القرن الماضي، وهو ما دفع بغداد في عهد الرئيس الأسبق صدام حسين إلى إبرام اتفاق مع أنقرة يقضي بدخول قوات البلدين لنحو 15 كيلومترا داخل أراضي البلد الآخر لمطاردة قوى المعارضة لكليهما. ورغم أن البلدين مصلحة مشتركة في مكافحة الإرهاب والحفاظ على الاستقرار في المنطقة، إلا أن نهجهما واستراتيجياتهما الأمنية تباينت أحياناً كثيرة دون أن يغلق الباب أمام الجهود الدبلوماسية لإخماد التوتر بين البلدين.
قتلت القوات الإسرائيلية عنصرين من سرايا القدس بعد أطلاق النار عليهما قرب مستوطنات إفني حيفتس المقامة على أراضي طول كرم شمال الضفة الغربية المحتلة. وأطلقت القوات الإسرائيلية النار بكثافة على مركبة كانا يستقلانها، فيما منعت طواقم الإسعاف الفلسطينية من الوصول إلى الشابين وإسعافهما. يأتي ذلك بينما اندلعت اشتباكات بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية التي اقتحمت مخيم طول كرم فجر هذا اليوم، وقد أفاد مراسل الحدث بإصابة 5 جنود إسرائيليين خلال الاقتحام. إلى ذلك أيضاً اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وجنود الجيش الإسرائيلي بعد عمليات اقتحام إسرائيلية لنابلس. شهود عيان قالوا إن عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية اقتحمت مدينة نابلس تمهيداً لتأمين دخول مئات المستوطنين في إطار عمليات مقررة لمئات المستوطنين بهدف إقامة طقوس دينية وصلوات عند قبر يوسف شرق المدينة. معاناة الفلسطينيين اليومية مع الاحتلال الإسرائيلي لا تقتصر فقط على الاقتحامات والاعتقالات، بل تطال أيضا المياه التي يشربونها، فإسرائيل تسيطر على مصادرها ولا تسمح للفلسطينيين بالبحث عن بدائل. إذن إسرائيل تسرق مياه الفلسطينيين ثم تبيعهم إياها بالسعر الذي ترغب به والكمية التي تريد. هذا هو حرفياً واقع الأزمة التي يعاني منها الفلسطينيون في الضفة الغربية وأيضاً في قطاع غزة المحتلتين، واقع ليس بالجديد لكنه يتفاقم عاماً بعد عام، وذلك تبعاً لأسباب كثيرة من بينها ارتفاع الطلب على المياه مع إعطاء الحكومة الإسرائيلية الأولوية للمستوطنين على حساب الفلسطينيين أصحاب الأرض. بلغة الأرقام يحصل الفلسطيني على حصة يومية من المياه لا تتجاوز 80 لترا مقابل 400 لتر للمستوطن، أي أكثر من 7 أضعاف حصة الفلسطيني. تبعات نقص المياه تطال أيضا جميع مناحي الحياة بالنسبة للفلسطينيين ونشاطهم اليومي والاقتصادي، وتزيد من أزمة نقص المياه طبعا بطبيعة الحال في فصل الصيف، ورغم أن خزانا من المياه الجوفية يقع تحت الأراضي الفلسطينية فضلا عن الأنهار والأودية، غير أن إسرائيل تسيطر على 85% منها بشكل مباشر والبقية بشكل غير مباشر، أي أنها تسيطر فعليا على جميع مصادر المياه، كما أنها عمدت لإقامة جميع المستوطنات في الضفة الغربية المخالفة للقانون الدولي، وذلك طبعا بالقرب من مصادر المياه بغرض التحكم والسيطرة عليها. علاوة على ذلك تمنع السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين من تطوير أي مصادر مائية في مناطق يوجد فيها مياه جوفية، بل وتجبرهم على شرائها من شركة ماكوروت للمياه التابعة للحكومة الإسرائيلية مقابل حرمان الفلسطينيين في المدن وفي القرى من مياههم وقطعها عنهم لأيام وأحياناً لأسابيع. تعطي الحكومة الإسرائيلية الأولوية للمستوطنات في الضفة، أما في غزة فالواقع أسوأ وفقاً للمسؤولين الفلسطينيين، فنوعية المياه الموجودة غير صالحة للشرب والاستهلاك البشري، مما يتسبب في أكثر من 30% من الأمراض في القطاع نتيجة لنوعية المياه. وللحديث أكثر عن كل ما يتعرض له الفلسطينيون من حرمان ينضم إلينا من رام الله دكتور شداد العتيلي مسؤول ملف المياه في دائرة شؤون المفاوضات الفلسطينية. أهلا بك دكتور برفقتنا دكتور شداد. يعني كيف يمكن أن يفهم بأن إسرائيل يعني تقوم بالسيطرة على المياه وتحدد الكمية التي يجب أن يأخذها كل فلسطيني؟ ماذا يعني ماذا عن المجتمع الدولي؟ ماذا عن الاتفاقات؟ ماذا عن الشكاوى؟ نعم
شكرا جزيلا. أولا رحم الله الشهداء الذين سقطوا أو ارتقوا هذا اليوم وشهداء الشعب الفلسطيني. هذه معركة متواصلة، نحن في حركة تحرر من أجل الاستقلال، ونحن نواجه الاحتلال الإسرائيلي على مختلف الأصعدة، إن كان في القدس، إن كان في المياه، إن كان في المستوطنات، على الأرض. وقد تفضلت في التقرير الذي عرضتيه في على قضية المياه، نحن نواجه واقع سيء هنا في الضفة الغربية يتمثل في الوصول إلى مصادر المياه، وواقع أسوأ في قطاع غزة يتمثل في نوعية المياه المتاحة التي بشهادة الأمم المتحدة غير صالحة للاستهلاك البشري. هذا الصيف واجهنا واقع مرير، وتعمقت الأزمة المائية في مختلف الأرض المحتلة، كون أن إسرائيل نقلت المفاوضات من طاولة المفاوضات إلى الأرض. إسرائيل عمدت مؤخرا إلى رفع أسعار المياه، وكما تفضلتي نحن نقوم بشراء مياهنا، حقوقنا المائية التي اعترفت بها إسرائيل في اتفاقية أوسلو ولم تنفذ على أرض الواقع. نحن نقوم من أجل مواجهة يعني عند مخالفة هذه الاتفاقيات التي تفضلت وتحدثت عنها عبر أوسلو، يعني لمن يعود البت بها طالما هناك اتفاقية؟ يعود للأسف، كان من المفترض أن ما يحكم هذه العلاقة هو القانون الدولي، وهناك قانون الاحتراب وقانون الاحتلال، ونحن ذهبنا إلى محكمة الجناية الدولية ومحكمة العدل الدولية لنقرر أن هذا الاحتلال غير قانوني. فهو الكرت الوحيد الذي بيدنا أن نحتكم إلى القانون الدولي، ولكن نحن في دولة تعامل فوق القانون ولا يهمل القانون الدولي. فيما يتعلق في المياه، المياه كما تعلمين سيدتي هي قضية حق إنساني، نحن محرومون من هذا الحق الإنساني. نحن محرومون من وصولنا إلى نهر الأردن من 67، وكما تفضلت المياه تحت أقدامنا نحن لا نصل إليها. هناك مشكلة كبيرة أيضا في بالرغم من مساعدة الدول المانحة وقيامنا بالمشاريع، إلا أن هذه المشاريع التي قمنا بها عليكم لم يعني تنعكس كما على كميات المياه. التقرير بقيت كميات المياه نعم تمنع علينا، هناك كميات المياه بقيت ثابتة، هناك مشكلة في إدخال المعدات، بعض محطات التحلية في قطاع غزة واقفة بحكم أن تحتاج إلى معدات من أجل تأهيلها، وإن استطعنا أدخلنا تلك المعدات نواجه مشكلة انقطاع الكهرباء. فلا تعمل هذه المحطات خاصة محطات التحلية بالأوقات اللازمة كي توفر كميات مياه. إذن المشكلة الرئيسية، ونحن هنا شهدنا هذا الصيف احترار، كان فترة الصيف الأكثر حرا منذ أكثر من 100 عام، وهذا يزيد الطلب على المياه. فما عمدت إسرائيل أن توفر المياه إلى المستوطنات على حساب الكميات الضئيلة المتاحة للشعب الفلسطيني، وكل ذلك أيضا من أجل دفع الموافقة الفلسطينية على الأسعار الجديدة التي وضعتها ورفضتها سلطة المياه. نحن نتكلم يعني عن ولكن كم من المشاكل يعني التي يواجهها كل فلسطيني بحقه بالمياه، إلى أي مدى اليوم أصبح الفلسطيني كرهينة وهو الحلقة الأضعف؟ ما هي الإجراءات التي يمكن أن تلتجئون إليها؟ نحن لا يعني أولا نحن ندير أزمة في أغلب الأوقات، وفي معظم الأوقات نحن ندير أزمة حتى في قضية المياه. نحاول أن نحافظ على الحد الأدنى من الوصول إلى المياه خاصة مياه الشرب. هناك كارثة فيما يتعلق في القطاع الزراعي، حيث لا نستطيع توفير الكميات المطلوبة للقطاع الزراعي. إذن نواجه مشكلة في قضية توفير الأمن المائي، ونواجه مشكلة في توفير الأمن الغذائي، ونواجه مشكلة اقتصاديا. نحن هنا تحت احتلال، ويجب أن لا ننسى أننا تحت احتلال، ولذلك وخاصة مع هذه الحكومة اليمينية المتطرفة، وبعد سقوط حل الدولتين حيث لا يتحدث أحد عن حل الدولتين، يتفرد الإسرائيليون بنا، ولكن نحن لها وسوف نبقى صامدين على هذه الأرض، يعني حتى لو بقطرات مياه. نحن في هذا الصراع التاريخي والمستمر، وفي ظل عجز المجموعة الدولية والمجتمع الدولي أن يضع حدا لهذا الاحتلال، ونحن كما تعلمين ذاهبين إلى للتقرير في ماهية هذا الاحتلال، وأخشى أنه إذا غدا تم التقرير أن هذا الاحتلال غير قانوني لا يستطيعون عمل شيء. نحن في أكثر من 1000 قرار أممي
إن كان من مجلس الأمن، إن كان من الجمعية العامة، لا تطبق علينا، في حين أنه في أماكن أخرى كانوا بحاجة إلى قرار واحد من أجل تنفيذ القرارات الشرعية الدولية. نعم، يعني بالإضافة لما تفضلت وذكرت المعروف عن موضوع المياه بأنه من ضمن يعني الملفات الخمس الأساسية للوضع النهائي وفقا لاتفاقية أوسلو، يعني يبقى السؤال، يعني إلى متى يعني الشعب الفلسطيني سيتحمل كل ما يتحمل؟ تعولون على ماذا؟ نعول على أنفسنا أولا وثانيا وثالثا، ثم نعول على المجتمع الدولي، ونحاول قدر الاستطاعة يعني الإدارة الأزمة على ما نستطيع. ليس بيدينا أي شيء، نحن نقتل وأرضنا تغتصب وتقتطع، ونواجه معركة في مياهنا، ونواجه معركة في غذائنا، ونواجه معركة في الحركة وفي الوصول وفي القدس. هذا نحن شعب تحت الاحتلال، ولذلك نحن لا نستسلم. نعم. يعني إمكانية استجلاب المياه الجوفية، إمكانية تحلية مياه البحر، دكتور شداد يعني أنت أخبر في مثل هذه المواضيع. نعم، نقوم بذلك سيدتي، وشكرا للمجتمع الدولي، وشكرا لكل من ساهم في تحسين وضع المياه. نحن أنشأنا محطات معالجة للمياه العادمة، ونحاول أن نقوم بمعالجة أو باستخدام المياه المعالجة في القطاع الزراعي. نحن أنشأنا عدة محطات تحلية في قطاع غزة، وكما تعلمين في قطاع غزة المحاصر أكثر من 2,000,000 وقرابة 2,500,000 المياه غير صالح للاستهلاك. أنشأنا محطات تحلية تزود حسب الاستطاعة، ولكن ليست كافية، ونحاول أن نقلل الفاقد. وأجرت سلطة المياه إصلاحا لقطاع المياه من أجل تحسين الإدارة، ولكن تبقى المشكلة هو السيطرة الإسرائيلية على كل شاردة وواردة، حتى في اللجنة المشتركة. وإن أنجزنا في اللجنة المشتركة وأخذنا موافقات على إقامة مشاريع، نواجه ونصطدم بالإدارة المدنية التي تتحكم ب 60% من مساحة الضفة الغربية. إذن هناك سيطرة كاملة على المصادر وعلى الأرض، وهناك إغلاق وحصار على قطاع غزة، وهناك شعب تحت الاحتلال، ولكن هناك أمل أننا لا نستسلم، وأننا نواجه، وأننا باقين وصامدين على هذه الأرض في ظل التغول الاستيطاني، وفي ظل تغول الحكومة اليمينية. نعم. وفي ظل نعم. الصمت الدولي. نعم. وليس أمامنا. نعم. إلا شكرا، وصلت الفكرة وقد دهمنا الوقت. نشكر لك كل هذه التوضيحات التي تفضلت بها. ما أضيق الحياة لولا فسحة الأمل دائما. من رام الله كان معنا الدكتور شداد العتيلي، مسؤول ملف المياه في دائرة شؤون مفاوضات الفلسطينية. شكرا لك. وجهت مدفعية الجيش السوداني ضربات متواصلة ومكثفة نحو مناطق تتركز فيها قوات الدعم السريع، التي ردت بهجوم مضاد جنوب شرق العاصمة الخرطوم. كما سمعت أصوات قصف مدفعي في محيط المناطق التي تتحرك فيها قوات الدعم السريع في المدينة الرياضية وأرض المعسكرات جنوب الخرطوم. وفي الأثناء نقل مراسلنا عن مصادر عسكرية قولها إن المسيرات الجوية التابعة للجيش استهدفت مواقع للدعم السريع في محيط مقر سلاح المدرعات وأجزاء من أحياء جبرة والصحافة بالخرطوم وشرق النيل. أكدت رئيسة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل سليمة إسحاق من الخرطوم في مقابلة مع قناة الحدث بأن أرقام حالات الاغتصاب الموثقة تمثل فقط 2% من الحالات على الأرض، مشيرة إلى أن الناشطين والعاملين في المجال التطوعي بالإضافة للأطباء يتعرضون للتحقيق والمساءلة والاعتقال أيضاً. في الحقيقة لدينا 136 حالة موثقة في كل السودان للآن. هي الأرقام دي لا تمثل أكثر من 2% إذا قارنا بمستوى الخدمات وتوزيعها وعدد النساء المعرضات في جنسي. نحن نسميه عنف جنسي متصل بالنزاع، لأنه عنده أشكال مختلفة، منها الاسترقاق الجنسي، منها الاختطاف والإجبار على ممارسة أعمال لها علاقة بأعمال جنسية، أو يعني إجبارهم على الطبخ أو غسيل الملابس، يعني أشكال مختلفة من أشكال العنف الجنسي المختلفة. يعني نتواصل مع الجميع في المستوى الدولي، ولا لأننا بالأول نحن آلية حكومية تنسيقية ما بين الحكومة والمجتمع الدولي.
ما بين الحكومة ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بالعنف المبني على النوع الاجتماعي، منظمات الأمم المنظمات العالمية كذلك. فنحن نشكل الآلية التنسيقية ما بين الاثنين، يعني الاستهداف لا يطال فقط الناشطون والمتطوعين، بل يطال أيضا الأطباء العاملين في تقديم المساندة للنساء الناجيات من الاغتصاب أو الناجيات من العنف الجنسي. وهم هم نفسهم يتعرضون للمساءلة، يتعرضون للتحقيق، يتعرضون للاحتقان. وفي ختام هذه النشرة نعود ونذكركم بأبرز ما جاء فيها من عناوين: قتلى وجرحى من الطلاب الضباط السوريين جراء هجوم بمسيرات على حفل تخرجهم بكلية العلوم الحربية في حمص. تركيا تصاعد من عملياتها في سوريا والعراق، والتحالف الدولي يسقط مسيرة اقتربت من قاعدته في الحسكة. الإدارة الذاتية الكردية تصف الهجوم التركي بجرائم حرب وتطلب من روسيا والمجتمع الدولي التدخل لوقفه. كل هذه الملفات ستتابعونها مع زميل محمود الورواري بعد قليل. ابقوا دائما برفقتنا مع قناة الحدث. دمتم بخير وإلى اللقاء. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.